يا حسين يا حسين أيام رمضان الفات جزاك الله خير. اسمع من كنت قاعد عند أحد خدمة الحسين اجتني رسالة على التليفون للشاعر شاذ الحسين أحمد الشيبان، كان الشعر قوي كلش. رجعت للبيت بالليل، اتصل بي احد الاخوان قال لي ملي هذا البيت لازم تقرا. قلت يا اخويا ما اقدر اقرا، قوي ما اقدر، شكل صاحب الزمان بعد يوم. الله يساعد قلبك يا صاحب الزمان. توجهت لمولاه زينب، قلت لها مولاة زينب إذا ترديني أقرأ البيت هذا اعطيني إشارة، أريد من عندك إشارة حتى أقرأ، إذا ماكو حتى ما أقرأ البيت. خليت راسي على المخدة ونمت. بعالم الرؤية جتني مرة عبايتها مشققة متربة، قالت لي ها ايش عندك؟ قلت لها مولاتي يا اخي زينب
بيسر امشي شلون بيسر امشي انا اختك ابو فاضل ولا اخت ولا خير انا بنوك اليسر جابوك جابوني Yeah.